يعني انت عم تقلي المدير ما رح يجي لبعد الظهر. فهمت. ايه طبعا انا رح احاول اجي على الاكيد ان شاء الله. اساسا انا عندي شغل قريب منكم. طبعا اهربوا وروحوا كلكم، وقت الشغل بتهربوا. تمام طيب ماشي. سلام. خالتي خلينا نروح يلا. شو صاير معك؟ ليش لو بدنا نروح لوين رايحين؟ البسي بسرعة. هاي مسكتنا امي. خير ان شاء الله. لوين رايحين من عند الصبح؟ فكري بكذبة. مو خالتي عندها عملية الاسبوع الجاية؟ امي رايحين مشان نفحص انفة صح؟ مو اليوم خالتي؟ شو نسيتي؟ لا ما نسيت ابدا. ليش فيني انسى؟ نحن فينا نأجله لبكرة. لا ما فينا نأجله لبكرة. ليش لنأجله؟ لأنه حماتي حاولت كتير لتعطينا موعد. ما تخجلوني قدام العالم لو سمحتوا. والفطور؟ لا أمي يسلموا، لازم يعملوا له التحليل على معدة فاضية. أساساً تأخرنا، خلينا نروح. عن إذنكم صحة وهنا. عم يضحك علي. يعني ما شاء الله صار سرعتك بالكذب تتجاوز سرعة الضوء، وأنا لازم أقول لك هالشي. يلا استعجلي، لسه بدي أشوف أصلي. من الصبح؟ إيه، في لعبة المرتبطين الجديدة. إيه بدنا نبلش تنفيذها من اليوم. يعني ما شاء الله شغلتي مخك ولعبت الحياة براسك طول الليل. والله يا ريت هالحياة. لو تسألني كمان أنا عندي شوية شغل اليوم. يعني وإذا كان عندك شغل أنت بتروحي من اليمين وأنا من اليسار؟ إلك شي؟ أنا ما عم أقدر أتنفس، فهمت علي؟ أنا بدي أشيل هي، لك بكفيني لزقة واحدة. لك ها؟ إيه منيحة. يلا طلعي. يلا طلعي. سما، شو رأيك بهذا الشيء؟ ما بعرف أختي. ليش؟ حاسة في شيء غريب. مراد ما اتصل أبداً من مبارح. معقول زعلان من ياس؟ إيه صحيح. لك اجت امه وعصبت كتير والصبي ما دخله. ممكن، بس برايي انه كان لازم يكون جنب مرته بمثل هيك وضع. احكي مراد. أهلين أمي أمينة. مرحبا مراد، وينك أنت ابني؟ أنا عندي شغل كتير هالفترة، أنا بالشركة وما عم بطلع من الاستديو. وشو رأيك بالخبر؟ نحن متعودين كتير، يعني أنا وأخي كمال دايما متعودين على هاي الأخبار الكاذبة. نحن مو متعودين ابني، عائلتنا مو متعودة على هاي الشغلات بنوب، شو بدهم يحكوا الناس؟ شو بدنا بالناس شو رح يحكوا ليكي؟ أنا ما بعرف شو خبرتك ياس، بس كل شي قالت لك ياس صح. وثقي ببنتك شوي لو سمحتي أمي أمينة. قلي الحقيقة مراد، كمال وأصلي مرتبطين شي؟ أنتي من وين سمعتي هالحكي؟ ياس قالت لي. إذا ياس يلي قالت لك معناها هالحكي صحيح، أنا لازم سكر. ديري بالك، مع السلامة، بحكي معك بعدين، باي. جوابه مشكوك فيه أختي. أي صح. أمي صباح الخير، صح النوم يا روحي. أنت شو؟ أنت أحسن أم بهذا العالم كله. حبيبي أنت، يعني يلي عم تقوله مزبوط تماماً. إن شاء الله صحة وهنا يا روحي أنت. ما بدك تاكلي؟ لا يا روحي، أنا عاملة دايت 21 يوم بدون سكر. يعني بتعرف نفسيتي وجسمي تعبوا بالفترة الأخيرة، فقلت لازم أرجع نظم جسمي بهاي الفترة على القليلة. لكن لمين هذا الصحن؟ مشان ياز، لسه ما فاقت، مو هيك؟ لا تطلع صوت. ياز مو هون أمي، مو هون. كيف ما أنا هون؟ ما ضلت هون يعني؟ أكيد كله بسبب هالحية، أما مزبوط مو هيك؟ مراد
هي المرة مصرة على العرس كتير لدرجة ما رح تتخلى عن هالشي. خليني أقول لك شي ابني، أنا كنت عم قول لو منحكي مع ياز مشان تتفقوا تعملوا عرس بأقرب وقت على القليلة، بلكي بتقدر تاخد استراحة من الشغل وما عاد تطلع مع كمال على المسرح. تمام؟ طبعا أنا بعرف هذا شغل مانو أكتر، بس يعني يا روحي بالأخير نحن قلنا اسم قدام العالم وبالمجتمع وقلنا معارف كتير. اسم وقلنا معارف وكتير بالمجتمع. أنت متأكدة أنه ما خبرتي حدا عن هالشي؟ يعني كيف قصدك حدا؟ وضح لي مين؟ أمي. لا أنا ما قلت لحدا غير لخالتك شيرمين حبيبي، والله أنا ما قلت لأي حدا، بس قلت وخبرت خالتك شيرمين. أساساً هي مثل أمك، لازم تفهم وتعرف كل شي. أمي أنا متأكد كتير منيح أنه هلأ خالتي شيرمين وكل القرايب وكل العالم يلي باسطنبول وكل المعارف تبعنا هلأ عم يحكوا عن هذا الموضوع أكيد. انت ليش لحتى تخبري لك امي؟ اي صح معك حق، ما قدرت تضبط لسانها ابدا المره الماضيه كمان. ليش خبرتها؟ لانه انا ما كنت بوعي ابدا. هالو شيرمين، انسي الموضوع يلي حكيناه انا وياك هديك المره حبيبتي، انسي كل شيء، انا برجع بخبرك. ماشي يا روحي. الله الله الله، اهلا وسهلا. فوت حبيبي اذا جوعان، انا عامله بانكيك يلي بتحبه. امي شو عم تعمل؟ هاكل لك. انا اسمعيني عم اقول لك، انسي الموضوع يلي حكيته. اجيت بوقتي. اي اخي بعد ايدك عن الاكل. شباك على مهلك على مهلك، انت من الصبح عم تاكل. بعد ايدي لك بعد. خلاص خلاص تركني. هذا المكان حلو كتير، لقيت المكان المناسب، بس إمتى بده يجي كمال؟ اطلعي لسه ما إجا. حبيبتي حكيت معه شوي وبيكون هون. بس أنتي شو بدك تقولي لأمك لحتى تجي لهون؟ فكري. يعني ما بعرف، لسه ما فكرت بهالشي. بقلا يلا تعالي أمي خلينا ناكل، بقول جينا مشان ناكل. حتى على الأغلب إنه لقيتها. كيفك أنتي متحمسة لهالشي؟ بالأخير بدك تمثلي إنك بتحبي مديرك. حبيبتي ليش لحتى أكون متحمسة؟ أنا معجبة فيه كتير أساساً. إيه معك حق، بس حلال عليكي، ما رح أنسى هذا المعروف يلي عم تعمليه أبداً أصلي. بس بدي منك شغلة، إذا قدرتي تتقربوا من بعض رح أنبسط لك كتير عن جد، لأنه كمال بيتوتر شوي يعني بيتلبك وهيك. أنتي أنا لمين عم أشرح؟ أنتي بتعرفي كمال أكتر مني. تماماً هيك حبيبتي، أنا بعرف كمال منيح، مشان هيك أنتي ارتاحي، كمال عندي. غير هيك أنا حجزت هاي الطاولة مشاننا نحنا، إذا ما حبت أمك تفوت لهون فيها تشوفنا دغري وهي مرة من هون أساساً. إذا قالت لي خلينا نفوت ونقعد، هاي الطاولة لألك، رح تشوفنا من هذا المكان كتير منيح. أنا هون وكمان رح يقعد محلك. تمام ممتاز. متوترة كتير. أكلنا كتير ماهي. عيش بعنا دايمة صحتي. بدك قهوة؟ لحظة، ليش ما رحت على الشركة اليوم أنت؟ رح روح بعد الظهر. بس ليك مراد، أنت اختفيت على الآخر بعد طلعة المزرعة، شو القصة؟ ما عاد حدا شافك؟ أنا كنت بالشركة مبارح أخي، أنا أجيت وأنت رحت. قلت لك استناني، ليش ما استنيتني؟ خفت مو هيك؟ طبعاً ما قدرت تسمع الخبر. لما قدرت توصل لي وشفتني بالمزرعة أخذت مني موقف. بصراحة هداك المكان ما بيذكرني بشي حلو. كان في ذكريات حلوة مراد، صح؟ كان في. وأنا ضفت ذكريات جديدة مع ياز، قضينا وقت كتير حلو. يلا رح غير تيابي، ماشي؟ بدي شوف أليس. شو أليس؟ شو مشانه؟ شو بدها منك صاحي؟ يلي بدك يا أنت أخي، غنيه. مالك رايح؟ روح يعني؟ لا بس عم بسألك. روحة وشو؟ لا تاخد موقف ولا جن. روحة؟
كل وشرب وعمل يلي بدك يا معك مفتاح وبعدها روح. لا مراد، لازم روح أساسا، بدي شوفها الأصلي. قال بدنا نلعب لعبة إنه نحن مرتبطين مشان ياز تضحك على أمه شوي. تعال أنت كمان، عن جد تعال، لأنه حتى اللعبة إن يكون حبيبها الأصلي بتخوفني بصراحة. تعرف موقفي من هاي السيرة مراد، تعال لو سمحت. لا لا أخي، عيب عليك، تعبت من الكذب بكفي، خلص تعبت. أساساً تعبت إني ضل عم حلها بين هذا الطرف وهذا الطرف، خلص أنتوا حلوها بيناتكم، حلوها بيناتكم. لو سمحت مراد، لازم غير تيابي، البنت عم تستناني، ما بدي طلع تأخر. شوي أليس ليك، لك اسمعني شوي، ما تفكر إني نسيانك. ها رح تحكي لي شو علي؟ طيب أنا أحسب بفرق العملة تبع اليوم أختي؟ طبعاً بتحسب بفرق العملة تبع اليوم. بولي باز إيه بنتي؟ أمي شو عم تعملي؟ أنا عم بحسب. حساب شو؟ حساب المصاريف تبع العرس. شو عم تعملوا؟ خلصتوا شغلكم؟ كيف صارت فاطمة؟ منيحة منيحة أمي، بس عطوها لفاطمة دواء لأنه عم يوجع أنفها شوي، عطوها مسكن وهلأ هي نايمة، وأنا قلت بتمشى بالسوق شوي. بس احذري، أنا شو شفت؟ شو شفتي؟ فستان عرس. أمي أنا لقيت محل فيه فساتين عرس، ما بتصدقي قديش حلوة الفساتين يلي عنده. شو رأيك تجي لتشوفيهم؟ بنتي تاريخ العرس لسه مو مبين، فستان عرس شو؟ بس رح نعمل عرس هلأ ولا بعدين أمي؟ مو أنا تحمست وانبسطت هلأ، ما تكسري بخاطري وتعالي لو سمحتي. ماشي ماشي، يلا جاي. ماشي بنتي ماشي، تمام عم بستناكي. قالت حمست وانبسطت، شافت فستان عرس وعجبها وعم بتقلي روح شوفه. أختي والله أنا ما عم أقدر أفهمها لبنتك، ما عم أفهمها. شو فيها يا روحي؟ البنت شافت فستان عرس وانبسطت، غير هيك ما تقلي لي سما، صايرة عم بتفكر مثلي. لما طلعت هاي الإشاعة صارت البنت بدها تعمل عرس بسرعة. خليني أنا أقوم ألبس وأنت اتصلي برسول، خليه يجي ياخدني. بس هي ما فستان العرس مو من طرف العريس؟ ما بعرف. ها؟ ها كمال اجوا. صار لك زمان لا أمي تعالي. أمي ليكي تطلعي شوفي قديش حلوة هي الفساتين. حلو توبريني. تعالي نشوفهم. فاتوا على محل فساتين العرس، شو بدهم يعملوا بهذا المحل؟ ما بعرف، بلكي بيعرفوا شي حدا. كمال أنا عم قول بركي بقعد جنبك، بيكون هيك حقيقي أكتر، بيكون أحسن هيك. ليكي ما في شي بيلزم إنه نمثل من هلأ أصلي، ما في داعي لهالحركة. حبيبي ياز أصرت كتير علي وأكدت إنه ما نغلط قدامهم بأي شي، وكمان أنا بعرف خالته أمينة ذكية كتير، بس تشوفنا هيك بتصدق أكتر، وهيك منضمن شغلنا أكتر مو هيك؟ منضمن ومنضمن وخلص، بس يعني ما في داعي نعطي الصحافة مجال تحكي علينا، مو وقتها أبداً. أنا لساني بتحمس كتير لما أكون حدك. بعتذر. أنا بعتذر كمال. أنا يلي بعتذر أصلي، أنت هون مشاني بعرف هالشي، بس أنا متوتر زيادة اليوم، يا ريت تفهميني. ما أنه مهم. إيه لا طلعي مين إجا، طلعي. كمال؟ شو عم يعملوا هدول هون؟ أنا حاسس إنه هالبنت متعلقة بمراد وهو ما بده يتركها، هيك بتوقع. مو معقول. لك لا تطلعي هيك، خلص تركيوني يقعدوا. نقعد هون شو رأيك؟ بيكون أحسن ما هيك؟ ماشي تمام. يسلموا. بما إنه قعدنا خليني سلم العقد لصاحبته. ممتاز مراد حبيبي، ما توقعت انه ابدا يصير هالشي بسرعه. ما كان في شروط بالعقد بتضر حدا منا ابدا، فوقعت بسرعه عليه.
لما يسمعوا الشركة بهذا الخبر رح ينبسطوا كتير. أنا متحمسة كتير لحتى أشتغل معك على فكرة. بتمنى الكل ينبسط كمان. أنت بتجنن. لو سمحت فينا ناخد 2 قهوة؟ شكراً إلك. أمي طلعي كيف طالع؟ لا بقلك. برأيي مو كتير حلو، في أحلى، روحي غيري. ليش قليلي ما عجبكم؟ مو لا بقلي؟ لا بقلك، لا بقلك حبيبتي كتير لا بقلك. أساساً أنت شو ما لبستي بيلبقلك، بس يعني مكشوف شوي، ما بيناسبنا هالشي. قلتيلي مكشوف؟ أنا مشان ما تبردي، هوا الجبل كتير قاسي والله بتبردي كتير. قليلي شو المكشوف فيه؟ هاد أكتر واحد عجبني. إيه منشوف واحد تاني؟ يلا يا روح، يلا حبيبتي. طيب في واحد تاني منشوفه. وين هو؟ ها؟ شو رأيكم؟ ها هاد طالع حلو، ها قيسي لنشوفه. ما عاد متحمسة بس يلا بقيس. لا لا منشتري اللي بدك يا أنت، لا تخافي. إيه طيب أوكي. لا أتصل بفاطمة. الله يتمم لها على خير يا رب. خلينا نقعد هون، أنا عطشت كتير. ليش ما في داعي؟ والله نشف حلقي وعطشت كتير من الصبح. نشرب عصير ليمون. جاهزة؟ يعني أنا بلكي بدي يازو. انتو شو عم يعملوا هدول هون؟ مراد شو في؟ ليش استغربت؟ لا منيح، بس انا ما توقعت ابدا يكونوا هون، لهيك استغربت شوي. ناديلهم اذا بدك، بيجوا بيقعدوا معنا، ما تعرفنا على بعض منيح. هي مع العيلة هلا، خلص برجع بعرفكن على بعض بعدين. ماشي تمام. يلا بقى تعالي نمثل التمثيلية. ايه اكيد. يلا سماء عدي، يلا عدوا تفضلوا. مرحبا، بدي 3 عصير ليمون بارد كتير. شكرا إليك. ننتعش هلا، مو مرتاحة بالقعدة. امي اسمعيني شوي، هنن قاعدين هون. مين؟ لازم نروح فورا. قومي ميك. لوين بدنا نروح هلا؟ اجينا كمال بيك وأصلي هون. هنن على علاقة سوا وعم يخفوا هالشي، إذا شافونا رح يخجلوا. منروح قبل ما يشوفونا. بس دقيقة دقيقة، هلأ إخفاء العلاقة هيك بيكون؟ ماسك إيدها للبنت. لك باسة واجيني. لك خلص كمال. بقى بوسة واحدة بس. ازعل ولا انبسط ما بعرف. اوه هاد مو مراد يلي قاعد هون؟ شو؟ ايه هو. مين هاي البنت يلي قاعده معه وعم تحكي وتضحك هيك؟ أليس مديره الشركه الثانيه. مثل ما عم قلك ما في داعي تاكل همشي ابدا. مسكت ايده هي. يا ربي كيف بتقرب عليه هي؟ تأكد كل شي رح يكون منيح مراد، وثق فيني رح يكون كل شي كتير منيح لهون ومشان أمريكا كمان. خليك واثق ماشي؟ اياز خالته أمينة؟ طلعوا على هالصدفة. كيفك حبيبتي؟ أنا منيحة. خالته أمينة كيف صحتك؟ منيحة حبيبتي، خبريني أنت كيفك؟ منيحة. أنا آسفة ما قدرت أجي لعندك وزورك، بتعرفي أنت الشغل بالشركة. أهم شي شغلكن حبيبتي. أنا جيت مع كمال مشان نفطر سوا. إيه نحن شفناكن. خلص سما. يلا تعالوا خلينا نقعد سوا. لا لا يسلموا. حبيبتي يسلموا، نحن بدنا نشرب عصير ليمون وقايمين اساسا، انتو خدوا راحتكم كانه مو موجودين. لا ما بيصير، كيف كانكم مانكم موجودين؟ يلا
اه اجا كمال كمان، شو في؟ ماما أمينة كيفك؟ منيحة؟ الحمد لله. الحمد لله. هاد تعارف عائلي ولا شو؟ مو معقول. لا مو معقول، أنا لازم أحكي مع كمال ضروري وبسرعة. بتحكي معه بعدين، أنا برأيي هلأ مو خرج يعني. بعتذر منك، يعني شفتي الأخبار يلي انتشرت لإلي مع ياز، بس عن جد هالشي ما كان بإيدنا أبداً، أنا محروج كتير منك. أصلي شو بكي؟ حبيبي ما تتوتر، خالته أمينة تعتبر مثل أمنا كمان، نحن فينا نخفي علاقتنا عن الكل بس ما في داعي نخفيها عنا، ما هيك؟ خالته أمينة مثل مشايفة الأخبار كلها كذب، أنا مو ناوي أترك كمال لأي حدا أبداً. خلينا نروح، ما بدنا نزعجكم أكثر من هيك، ماشي؟ قرب ليك، هي رفيقة بنتي. إيه؟ اوعك تزعلها، بحرقك، دير بالك. إيه بأمرك، بأمرك. صحة وعافية، يلا باي. أختي ياس مع السلامة. شكرا. مع السلامة كمال بيك. أنا لازم أروح وسلم، تعرفي عادات الأتراك. أمي أمينة؟ اللي أنت شو عم تعمل هون؟ كنت باجتماع مع مديرة الشركة تبع سمايل للموسيقى. أنتوا شو عم تعملوا ياز؟ ليش اجيتوا لهون؟ شو في؟ أول شي مرحبا مراد. أنتوا بتحكوا عن الشغل برات الشركة؟ إيد بإيد. إيد بإيد. أول شي ما كنا إيد بإيد، ونحن عادي بنعمل اجتماعات برات الشركة ياز، أنتِ بتعرفي هذا الشي مو هيك؟ إيد بإيد. إيد بإيد. مراد حبي تعال معي، أنا ما بدي أحرجك قدام عيلتي هون هلأ، بس مين أليس؟ آه يا روحي مين؟ بنت تعرفت عليها من 3 أيام، معقول؟ لا مو معقول، مو هيك؟ ياز لا تحكي وكأنك ما بتعرفيها لأليس، ماشي؟ أنا إيه ما بعرف أليس، ما بعرف هي مين بتكون، بس بعرفك لإلك، انتبه منيح لتصرفاتك. طبعاً مرتي، بس عن جد عم تحكي؟ اللي مبين علي إني عم أمزح معك شي؟ آه؟ مراد شو عم تعملوا أنتوا قاعدين سوا وماسكين إيدين بعض وما في شغل؟ هذا هو شغلكم؟ المرأة إجت من أمريكا وعم تحاول تحط عيونها على رجال العالم، ليك أنا هلأ بروح بقتلها. شش قولي بس، خلصت بقى، عيب عم يطلعوا علينا. الزلمة عم بيقلك إنه باجتماع شغل. يا الله دخيلك، انتبهي على تصرفاتك، أنت بتعصبيني إلي كمان. لا تخليني أعصب هلأ وروح من هون دغري. لا يا أمي أمينة، أنت عم تعصبيها لأمك كمان، شوفي شو. خلص، أنت عم تعصبيها للمرأة، لك أنت عم تعصبيها، خلص. سكوت، بعد رايحة على الحمام. معناها أنا لازم أرجع على الاجتماع أمي أمينة، إذا بتحتاجي أي شيء أنا هون. ولا يهمك، يسلموا. يلا انتبه، ها عيني عليك أنا. ماشي.